فنتعرف على طريقة وكيفية حل مشكل تم إيقاف خدمات جوجل بلاي. قم بالضغط هنا على ضبط الإعدادات، وسوف نقوم بالضغط هنا على التطبيقات. سوف نقوم بنزول إلى الأسفل والضغط هنا على متجر جوجل. سوف نقوم بالضغط هنا على إيقاف الإجباري. سوف نضغط هنا الموافقة، ثم سوف نقوم بنزول إلى الأسفل والضغط هنا على مكان التخزين. سوف نضغط هنا على مسح التخزين المؤقت، ثم سوف نقوم بإيقاف وإعادة تشغيل واي فاي خاص بكم. وهكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة. لا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديو القادم إن شاء الله.